من فضلك تطلع على سمو الأمير حسين وتخاطبه قائلا: زوجتك ابنتي رجوة على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى المهر المسمى بيننا سيدي سمو الأمير، لو خاطبت سعادة الشيخ قائلا: وأنا قبلت الزواج منها لنفسي على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى المهر المسمى بيننا مبارك سيدي.